اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. المطبخ النهارده مطبخ مصري. بيعجبني في المطبخ المصري كل محافظه مستقله باكله كده مشهوره. اخواننا في الشرقيه تلاقي عندهم مثلا الحواوشي بلد معينه كده شاطره في الفطير المشلتت والحاجات دي. بحري الكشري البحري اللي هو العدس الاصفر بالرز المصري بتاعنا. في الصعيد الكشري الصعيدي. اخواننا في اسكندريه يقول لك الكبده الاسكندراني، الملوخيه الاسكندراني، الجمبري الاسكندراني. بس في اكله بقى مشهوره جدا من ايام اليونانيين اسمها المزاليكا. المزاليكا دي مصطلح يوناني، الله اعلم اذا كان يوناني او ايا كان، ولكن الطريقه بتاعتها نفسها تفتح الشهيه، اللي هي حلويات الخروف عموما سواء اذا كان كبد وكلاوي ومخاصي، كل ده مع بعضه بياخد فلفل الوان وبصل وتوم، ولكن كالعاده الشيف المغازي له التركايه بتاعته، بتبقى فيها شويه زفاره شويه، خاصه لو كانت ضاني، فص المستكه هنا او قليل من المستكه بيمنع الزفاره اذا كانت ضاني او ايا كان، معاها طبعا العدل بتاعها شوية لسان العصفور بالجزر. أنا بيعجبني السكريات اللي موجودة في الجزر مع لسان العصفور، واخد البهارات واخد الفليفر، إذا كان حبهان ورق لورو الحاجات الجميلة، فلفل أسود. الطبق ده جميل جدا على فكرة، ولو عندك شوية شوربة في التلاجة بتاعت فراخ أو لحمة سابقا يا ريت تستخدميهم مع الطبق اللي عامله دلوقتي لسان العصفور بالجزر. السفرة بتاعتي عدلها أكيد طبعا سلطة خضراء، دي معانا يوميا من خير أرضنا. عندنا البصل والطماطم والخيار والخس، كل ده بيجمعهم طبق واحد بطريقتك انت التست طبعا والفليفر. ولكن البطيخ بتحدد اقامته مع طبق جبنه ماشي بالليل كده اللطافه والجو، ولكن ناكل البطيخ سموزي او نشربه سموزي مع ايس كريم ده الجديد. الاطفال بالتاكيد هيحبوه لما ناخد البطيخ ونشيل البذر منه ونضربه في الخلاط مع ايس كريم مع تلج مع ورقتين نعناع اخضر، بالتاكيد الطعم هنا هيكون طعم تاني خالص ومختلف، والبطيخ هيروح في حته تانيه، ولو كان الايس كريم بالفانيليا بالتاكيد هيكون الطف واكتر بكتير للاطفال الحلوين. انا مش عايز اطول على حضراتكم لان في تفاصيل كتير النهارده مع المزاليكا من المطبخ الاسكندراني لاخواننا في اسكندريه، اوعوا تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. الخس يتقطع جوليان بالطريقه دي كده. السلطه دي انا بحبها مع طبعا بما ان البطيخ معانا، السلطه دي طبعا بالشكل ده كده. ممكن تحطي معاها جبنه، الجبنه القريش بتاعتنا الحلوه بتاعت الصعيد الحلو، شايفه ادي الخس بالشكل ده كده، وناخد دي كمان نقطعها بنفس الطريقه. السلطه دي بتاعت الشيف المغازي، انا لما بخش المطبخ بعمل السلطه دي كده. الخس يتقطع جوليان كده بالشكل ده كده، بيبقى سريع المضغ سريع الهضم، يتبل بسرعه. شايفين الخس اهو زي الفل، ونفس الطريقه برضو كده تنزلي عليه بالسكينه بالطريقه دي كده. طبعا ده بيتغسل قبل التقطيع. الخس الكابوتش عموما يتحط في ميه ساقعه ويتغسل كويس ويتنقع في ميه ساقعه قبل ما نقطعه. حلو، معانا بصلايه حلوه اللهم صل على النبي زي دي كده، ده الجديد، بنقطعها جوليان كده اللهم صل على النبي اهو. نص بصلايه كفايه، بناخد البصلايه دي كده بايدينا اللهم صل على النبي اهو. شفت الحركه دي اهو اهو بالشكل ده كده اهو، وانزل بيها على وش الخس كده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده. دي الحاجه اللي بتطلع بقى اللي هي اسمها ايه، الروحانيات. حلو الكلام. معانا ايه يا عم الشيف، حلو قوي الفلفل ده كده اهو، دي الحاجه الجديده، ونقطعها مع بعض صغير كده. عايزك لما تخش المطبخ، انا بعتبر السلطه دي زمان كانوا يجيبوا لنا كده في حصه الرسم ورق دفتر الرسم، ورق كده كبير والقلم الالوان، ولون طلع بقى احلامك، وطلع اللي يرسم عربيه بيحلم انه يركب عربيه، اللي بيرسم عروسته في المستقبل، اللي بيرسم البيت اللي هيسكن فيه، الحاجات دي كلها طبعا عشناها زمان ايام الطفوله ايام الابتدائيه. حلو الكلام. احنا ده كله مع بعضه، معانا فص توم ني، شويه الملح التمام. السلطه دي يا استاذ رحاب مش في المكرر، خلي بالك بره المكرر، شويه ملح زي الفل، عصره ليمون، زيت زيتون. حلو قوي كل دول مع بعض يا عم الشيف، ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي. وده على فكره تتبل قبل الاكل مباشره، يعني واحنا بنحط السفره دي تتحط جنب الاكل تبقى لطيفة وجميلة. عصرة ليمون معانا اهو، وتعالوا نغرفها في الطبق الحلو ده كده ونقدمها لحضراتكم.
زي الفل تمام. اهو ده الطبق التقديم بالشكل ده كده، حلو قوي. ودايما السلطه لما تيجي تعملها لازم تمسكها كلها مع بعضها كده بايدك، مش بمعلقه وشوكه. اهو هي الفكره كلها ان ده كله لازم يختلط مع بعض، زيت الزيتون مع عصره الليمون، الخضار بيهبط، عشان كده بقول الخضروات الورقيه تبليها لو بتعمليها السلطه وقت ما نقعد على السفره. الف هنا وشفا للي ياكل من السلطه دي. اهو يا سلام، الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها حتى لو كانت طبق سلطه. اهو 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 السلطه دي بهديها لكل الساده المشاهدين لمشاكل القولون، لمشاكل الامساك. الف هنا وشفا. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نشوف الانتاج بتاعنا. حلقتنا النهارده بساطه سهوله مرونه، قدرت اخش المطبخ المصري بخفه دم مصريه. عينيا اهو حلو. مهم جدا وانت بتخش المطبخ عايزك يعني ايه، اي نعم بتبقى اكلت الاكله دي من ايد والدتك، من ايد حماتك، الزمن الجميل طبعا احنا كلنا عارفين، ولكن انا دايما مع ست البيت ان هي تضيف لمساتها في الطبق، حتى لو كان ضاجر باميه باللحمه الضاني. مره تحمري الباميه، مره انك انت تحطي الباميه ني في ني. عيني حاضر. ولكن المزاليكا النهارده قدمتها بشكل جديد بطريقه جديده، الكاس كده زي الفل اهوت. الف هنا وشفا. طبعا الايس كريم باين كده حاجه حلوه، بنشوف بعض المحلات بيبقى طالع بشكل كده لطيف وحلو. لا مش لازم نحط صوص فراوله، ما ينفعش صوص الفراوله هنا هيضيع طعم البطيخ، خلي بالك. عينيا يا فندم. اه اللهم صل على النبي. كل الليله دي والمنيو الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده على فكره عجبني حاجه واحده بس للامانه، يعني صحن السلطه اللي انا عملته اللي هو سلطه الخس بزيت الزيتون مع البصل مع فص الثوم مع النعناع الاخضر، حاجه لطيفه وجميله بتساعد على الهضم. والتركيه ان الجديد هنا خدت البهريز اللي نزل من المزاليكا، نزلت بيه على الكبده، يمكن حضراتكم شفتوها، وقلبت لسان العصفور، خدت من طعم المزاليكا، اصبح في انسجام دلوقتي على السفره بتاعتي. والمطبخ النهارده مطبخ مصري ولكن بطعم تاني كالعاده من الشيف المغازي، له لمساته وله تركاته اللي بتحببنا في المطبخ وتخلي كل البنوتات الحلوين واللي متجوزين حديثا يخشوا المطبخ يعملوا اكل لازواجهم ولاسرتهم. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا شيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.